نقول انه هيفا عن جد فنانه شامله متكامله الوجود وما بنلاقي مثلها بالعالم العربي كثير، ما هيك يا بني؟ اكيد شرطان، لو منا مميزه ما كانت هالقد ناجحه. على كل حال الفنانه هيفا وهبي اللي عم تحيي حفله بهالاثناء بتونس شاغله الناس والاعلام بحضورها وغيابها، وحققت نجاح كبير باكثر من حفله ومهرجان هالسنه. صور خاصه بعن جد رح نشوفها سوا من نشاطات هيفا الصيفيه، خلينا نشوف. من نجاح لنجاح، هيفا بتضل الفراشية اللي بتحلق وبتحمل بصوتها واستعراضها الفرح للقلوب. هيفا الاسم لحاله بيكفي لتقول انه النجاح والجمال ملكك، وهيك الفنان مرات بيظهر من حاله ليصير ملك جمهوره. سمعوني ذات المغربية، بسم الله عليكم. هيفا بجولة صيفية وياما ليالي قضيتها على أحلى المسارح. جمهور المغربي لما يحب الفنان اللي على المسرح بيعمله نشيد، شو هو؟ وتقربت أكتر من ناس بحبوها. طاقة كبيرة تحملها فراشة الغناء وأغنيات يا حياة قلبي. يا ابن الحلال، يا ابن الحلال لبتك عيني بتتعب ليالي وبتنساني قاعدين معاك، يا ابن الحلال. وهيفا نزلت عند الناس وقفت حدن وكسرت كل الحواجز اسطول الصبر لتقول سلامات. بالنجاح أكثر يا هيفا. نتابع سوا نحن وياكم مع ما شفنا هالريبورتاج لهيفا وهبي. مشكلة كبيرة وقعت بين الفنان تامر